الشيء اكثر الأسلحة اللي أنت تقتنيها. أنا اقتنيت سلاح التلميذ قبل كده. نحن مين التيم تبعنا؟ أنا وأنت. أنا وأنت ولا حد تالتنا. ابتدي! يلا! أيوة! برافو! الإصابة الأولى أوكي! الإصابة الأولى أوكي! برافو! 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 يا عمي أنت ركز! أنت فضحت أمي! كل يوم تقول لي هذا الكلام! صابني لأيلي يا! يلا يلا معليش وقني راسك! يلا يلا يلا! يلا يلا! برافو! برافو! اطلع فوق! اطلع فوق! ايوه 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 اربع لك يا شباب مين عم يقوس فضحتنا يا اخي هيا حبيبي هيا هيا لا لازم تعلي لازم في حدا عم يقوسني من ورا يا حسن ما ينفع ما ينفع خلاص خلاص زي ما قلت لك في البداية هتكمل اللقاء مع زميلتنا سارة مراد لازم ريح بس دهية لازم تريح دهية ايه نجيب سرير ولا ايه بقول لك بأمانة كلمة عمري ما قلتها لأي ضيف انا فعلا استمتعت معك انا فعلا استمتعت معك وانا فعلا اتنسوعت معك اهلا وسهلا هاي سارة هاي ما تصمش اخبارك نورتنا ده ايه ده دي لابسة ايه سارة دي وومن ان بلاد اتفضل هنريحك جيب لك موية مناديل والواد سبقها ومفيش اتيكيت تعبوك شكله ليش؟ صار لي زمان ما لعبت سبور اوكي ماني متهيئ نفسيا لهيك قصه لا ده في قصه اكبر احنا خايفين نحكيها لك بنتك اسمها ساندرا ساندرا صح؟ آه. انا بنت اسمها ملك ملك ما شاء الله لا انتوا جايين تتسامروا ولا ايه؟ عندنا برنامج يلا يما بس هذا الجيل ايش صعب تربيته صعب جدا ضمن هي الظروف يابا خلينا في موضوعنا خش يا ولية على البرنامج ما بتعرفي شو بدك تجاوبي ايه في اسئله الجواب عليها صعب بس لازم تلاقي جواب لا انتوا تقعدوا في المول واحنا نكمل البرنامج من غيركم اهلا وسهلا فيكم في برنامج فيجوال رياليتي يسعدنا انه يكون معانا اليوم الفنان صاحب اجمل طله اللي حنقلش عليه ونتسلى معتصم النجوميه حاليا بالموهبه ام بعدد الفولورز لا النجوميه بتدقن الحقيقه طب كيف بتحمي نفسك من اشاعات وسخونه مواقع التواصل بمشي بشمسيه انا جدا سعيده بحوارنا معتصم وجدا سعيده بوجودك معانا والان بحجان ناوي يكون ده اخر نهار يشوفه معتصم النهار ادعوا لنا سلام عليكم